استأذنت الباشا بس هي اللي واقفة هناك. اتفضل. سلمى أنا آسف. أنا آسف. أنا عارف إنها كلمة سهلة ما تغيرش أي حاجة من اللي أنا عملته، بس أنا مش لاقي كلام أقوله. مش حاجة تتقال. اللي حصل حصل وأنا بجد مش عايزة أفتكره. مبقاش في داعي لكلام. عندك حق. عندك حق. أنا عايز أطلب منك طلب. أنا مكسوف من نفسي والله وأنا بطلبه، بس سلمى أنت ممكن تسامحيني؟ حقيقي أنا مش عارفة أرد. جلال لو عرفت أسامحك على اللي أنت عملته فيا فأنا عمري في حياتي ما هعرف أسامحك على اللي عملته فيا. وبرضه بعد كل ده أنا ما كنتش أحب إن أنا أشوفك في الموقف ده. بس طالما إحنا هنا ف هقول لك اللي أنا كنت عايزة أقوله. جلال أنت أذيتني أوي ووجعتني، وأنا عمري ما عملت أي حاجة فيك أو في غيرك عشان أستاهل الأذية دي. بص يا جلال، كان عندي كلام كتير أوي عايزة أقوله لك، بس حقيقي كنت أستاهل كل حرف فيه. زي ما قلت لك مش داعي للكلام، ربنا يسامحك، بس أنا مش هقدر على الأقل دلوقتي. عندك حق. عندك حق في كل كلمة بتقوليها. ما استاهلش إنك تسامحيني. سلمى أنا أذيتكم كتير أوي. ليه؟ عملت كده ليه؟ أنا آسف. سلمى، سلمى أنت لما عرفتيني أنت عرفت بني آدم أنا ما أعرفوش. والله العظيم تلاتة أنا ما كنت كده. بس يمكن اللي أنا فيه دلوقتي ده يبقى فرصة إن أنا أبقى أبعد ويمكن أرجع أحسن. ربنا يوفقك. في حاجة تانية؟ بابا حسام. بابا حسام يا سافل يا منحط يا قذر، أنت كمان ليك عين تبص في عينيها بعد اللي عملته؟ أنت إيه يا أخي؟ أنت شيطان؟ خلاص يا بابا. لا مش خلاص. أوعى تكون فاكر بقى إنك الملاك البريء عشان جيت واعترفت، لأن أنت أصلاً اللي ورطتها الورطة دي يا سافل. خلاص يا بابا. أنا مش عايزك تقرب منها ولا تشوفها تاني. فاهم يا سافل؟ فاهم ولا مش فاهم؟ خلاص يا بابي عشان صحتك، عشان خاطري، عشان خاطري خلاص، عشان خاطري. أنا يلا يا بابي، يلا يا حبيبي. أنا وحش أوي. يلا يا بابي. أوي. سامحيني يا سلمى. سامحوني. جلجل. معلش ممكن دي كمان؟ اتفضل. عملت كده ليه؟ عشان دي الحقيقة يا رأي، وده الصح. الصح اللي كان لازم يتعمل من زمان. أخيرا فقت يا ابن خالتي. تصدق بالله؟ أنا هين عليا دلوقتي هدخل للظابط أعترف على نفسي إن أنا مشكك في الجريمة دي عشان يقسم الحكم على اتنين. ظابط إيه؟ ده وكيل نيابة. وبعدين ده خلاص قرار نيابة طلع، مش هينفع حد يرجع فيه. سامحيني يا رؤية. أنا بهدلتك معايا كتير قوي. رؤية أنا مش عارف اللي أنا هقوله ده هقوله إزاي، بس هتوحشيني يا أم العيال. أنت كمان هتوحشني قوي يا سيدي الجل، أقسم بالله. بجد يا رؤية؟ آه والله العظيم طلعت بجد. بعد كل اللي عملته فيكي؟ أنا مهزقة، أنا عارفة. كده؟ ماما. سامحني يا حبيبي، كنت عيدي قبل ما تتمد عليك. انت اللي سامحيني، انت اللي سامحيني. بالعكس يا ماما، بالعكس ده الألم ده جه متأخر قوي. سامحيني. سامحك يا دلال، سامحك يا حبيبي. بص يا ابني، بعد الهم اللي شفناه مع بعض في حاجة نفسي كانت حيشاني عنها. تعال في حضن أبوك يا ابني. مش عشان الكلبشات يا بابا، تعال. طب انت بتعيطي بقى ليه دلوقتي؟ عشان انت هتتحبس؟ هو مش انت لما بتغلطي
ماما هتعاقبك؟ طيب انا 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 غلطت ولازم اتعاقب. بعد الفرصة عشان اوحشك يا حبيبي. بتوحشيني قوي. جلجل. جيجو. دي مسجون حلو كده؟ وحشيني يا بت. طبعا هتقولي ان الجانب المشرق اللي في السجن اني هاكل ببلاش. بتوحشنا يا مدرسة. كان نفسي احضنك بس الكلبشات مش هتجيبك يعني، انا اسف. جلو انت هتوحشني قوي. علاء ممكن اتكلم معاك دقيقة بصراحة؟ يا ريت. بص يا ابني انا من يوم ما عرفتك بكرهك. بس دلوقتي انا مش عارف ما اكرهكش علاء. وانا كمان قوي قوي يا جلو قوي 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 قوي. اخوك لقيتي سايباه. خد يا عسكري خد لو سمحت. خلينا شويه يا جلال. خلي بالك من نفسك. خلي بالك من نفسك. كل كويس واتدفى. حاضر.